كل كلمه من كل شخص شفناه او تابعناه النهارده ظهر واتكلم عن حاجه اتحققت او حلم ان شاء الله يتحقق للنادي الاهلي، كنت تحس انه الدافع الاساسي والمشترك بينهم هو الاخلاص الشديد جدا لكي النادي الاهلي، حاله الحب والعطاء اللي بدون انتظار مقابل، ودي حاجه اتمنى ان انا اشوفها في حاجات كتيره جدا. تسمح لي استاذ جمال قبل ما اسمع تعليق حضرتك نروح لزميلنا كريم احمد، لقاء مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي طبعا السابق للنادي الاهلي، واحد من الجنود المجهوله، واللي يمكن كابتن خطيب اداله جزء من حقه طبعا بالاشاده، واحد من الحقيقه الابناء النادي الاهلي المخلصين. نتابع لقاء زميلنا كريم احمد مع العميد محمد مرجان وارجع مره ثانيه للضيوف في الاستوديو. بجد التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده يمكن يوم رائع ومميز جدا، ويمكن زي ما تابعنا وشفنا الحقيقه مؤتمر اكثر من رائع، ويمكن الكابتن محمود الخطيب استعرض امور عديده جدا في مرحله كانت مهمه جدا خلال الفتره اللي فاتت. المرحله المهمه دي اللي اتكلمنا عليها الفتره اللي فاتت والانجازات العديده لمجلس اداره النادي الاهلي شفناها النهارده، ولسه كمان منتظرين الفتره اللي جايه اكثر من كده كمان. الحقيقه الحشد الكبير والرموز الكثيره جدا ويمكن كانت موجوده النهارده بتتابع طبعا الكابتن محمود الخطيب، ده امر كان مهم جدا. والحقيقه كمان احنا بيسعدنا يكون معانا شريك نجاح اساسي الحقيقه مع مجلس اداره النادي الاهلي، كان في مرحله صعبه جدا خلال الفتره اللي فاتت، عدت عليه امور عديده جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي، وهو طبعا احد القيادات واحد ايضا كمان ابناء النادي الاهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي، وايضا كمان المدير التنفيذي شركه السادات. انا برحب بيك طبعا محمد بيه في البدايه، وحضرتك يمكن شريك اساسي في النجاح، كل نجاح كان في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الحقيقه كنا معاك فيه خطوه بخطوه، مش جديد عليك النجاح ومش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي النجاح. الحقيقه يوم مشرف ورائع جدا، هو ده النادي الاهلي وهم دول ابناء النادي الاهلي. حابب تقول يا محمد بيه في البدايه؟ ماشي. والله طبعا لازم اقول اوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ويعني زي ما احنا شفنا النهارده هو مش حاجه جديده عليه، هو من اول يوم فكر يرشح نفسه قدم حاجه جديده، زي ما قال هو يمكن اول مجلس اداره يقدم برنامج انتخابي حقيقي، اول مجلس اداره يقدم مجلد كبير جدا، كنا احنا ساعتها بنراهن على تنفيذه وناس كتير كانت بتراهن على تنفيذه، يمكن النهارده الحمد لله ده نجاح وبتجني ثمار التعب والجهد، مفيش حد بيتعب غير لما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه يعني. يعني مؤتمر فوق الرائع، خلاص بذلنا مجهود جامد جدا، كانوا 4 سنين صعبين جدا جدا جدا، صعبين على مجلس اداره، صعبين على النادي الاهلي، صعبين على جماهير النادي الاهلي، واجهنا فيهم مشاكل كتير، بس ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو برضو قال في المؤتمر كانت بنشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، يعني من يعني زي ما تقولي من جد وجد، واللي بيخلص ربنا سبحانه وتعالى بيعينه دايما. ما كانش فيه أغراض أكتر من اللي احنا بنشتغل بحب، يمكن النهاردة المكان اللي أنا موجود فيه ده نتيجة جهد وإخلاص وتعب ومجهود بذلناه، بقى فيه اسم اتعمل. عشان كده أرجع تاني لازم أشكر كابتن محمود الخطيب، ولازم أشكر مجلس إدارته، واشكر اعضاء الجمعيه العموميه، واشكر كل عامل وكل موظف وكل مدير اشتغل معايا. يمكن اما تم اختيارنا كمدير تنفيذي اول حاجه عملتها كنت حاجه واحده، دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان انا اخرج بشكل كويس وبصوره طيبه، ويمكن الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يعني استجاب الدعاء واديت المهمه بشكل محترم وبشكل لائق، وخرجت منها على خير فعلا، لان هي المناصب دايما بتزول، ما بيبقاش للبني ادم او الانسان غير السيره الطيبه، وهي السيرة الطيبة اللي احنا دايما بنشتغل عليها، ما عندناش حاجة تانية بنشتغل عليها غير أسامينا الحمد لله، زي ما اتعلمنا في نادينا، اتعلمنا في كليتنا، اتعلمنا في أشغالنا، اتعلمنا في بلدنا، أنت عندك بتجتهد وبتتعب، فالحمد لله فترة صعبة قدرنا نساعد فيها بشكل كويس، بنعتذر لو كنا قصرنا، ولكن اللي جاي هيبقى افضل ان شاء الله. ولسه كمان اللي جاي منتظرين معاك يا محمد بيه كمان بقى في شركه السادات ويمكن سيتي، وكمان الامور اللي جايه ان شاء الله تكون بالنسبه لك، لان انت طلعت من النادي الاهلي ولسه كمان في حاجه اقوى كمان من الفتره اللي جايه عايزين نستفيد بيها من النادي الاهلي. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم باذن الله، وهو ربنا يعينه ويكون اختياره يناسب المرحله اللي جايه، ان كل مرحله ليها رجاله زي ما الناس بتقول، والكره ما فيها منتفعينها زي الناس بتقول، فاتمنى اللي هو يكون في اختيار للرجال الحقيقيين اللي هيساعدوا ويقفوا مع النادي الاهلي ويطوروا الرياضه المصريه ان شاء الله باذن الله. ولازم برضو ندي كل ذي حق حقه، فهو عنده جهد صعب على فكره، خلي بالكم مش السهوله، ال4 سنين اللي فاتوا وصلنا لشكل معين، ال4 سنين اللي جايين مسؤوليه صعبه جدا جدا جدا، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا، وخصوصا في التحديات اللي هتحصل في تطوير الرياضه وملف الرياضه المصريه، وزي وانتم متابعين النهارده الرياضه المصريه في تركيز من مؤسسات الدوله على تطويرها، الملف ده ملف مهم،
ملف هيبقى فيه استثمار رياضي قوي وشرس جدا جدا جدا. تهيأ للنادي الاهلي من الانديه اللي لازم هتبقى هتواجه هذا الملف عشان من تحافظ على اسمه ويحافظ على المؤسسه. انا بعتبر عشان دون تحيز ابن من ابناء النادي مؤسسه من المؤسسات القويه في البلد. الانديه الفتره اللي جايه في ظل التطوير وفي ظل الاستثمار الرياضي اللي هيبقى موجود وفي ظل تركيز الدوله المصريه مع تطوير الرياضه واعداد كوادر شابه تقود الرياضه الفتره الجايه، متهيألي لو كل واحد ما عدش نفسه صح مش هيبقى موجود. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا بنثق في النادي الاهلي، بنثق في مجلس اداره النادي الاهلي، بنثق في كابتن محمود الخطيب، ومتهيألي احنا اول مره الاجيال تشوف ده بيحصل. يعني هنشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله، واحنا كده كده موجودين وكده كده بنمد ايدينا دايما بالمساعده، وان شاء الله باذن الله يبقى خير على النادي الاهلي كله. الله يخليك، شكرا شكرا.